أطفال هذا ما جرى من بعد الوحدة القومية انتماء للبلد بالذات العقل القلب ما في تفكير ولا احساس في غزة من الطفل للشيخ استشهاد الناس القوة العزيمة الاصرار بالاوطان تفجيرات تدميرات صمد ما في كلام بدل ما تصحب سنة جديدة تنام وما تلاقيها الوحدة العربية كانت عيد وحدي هلا ضيعة بطعول بكلمتين بحكوا ينهار ما بيكفي ما بيصير هذا الحكي يا زعيم استحي بدي احكي لك ايش بعمل عشان تاخد فكرة ما تحط الحق علينا احنا يا احتجاجات مظاهرات مفاوضات انقسامات احزاب زعمات هيمنة اشتعبرية كل ياتنا عارفينها نريد ايات غير مكتوفة يكون الها لازمة عدم دمروهم قمعوهم قتلوهم اسروهم يتموهم شردوهم طفل من غزة رافع عن صدره بيتحدى بيقول بين الحياة والفراق نشتاق لكلمة احنا صحينا وسط هذا الحر وينكم ليش كنتوا نايمين خلال العر وين صلاح الدين ويا عرفات الكم كثير مشتاق لازم نغير كل سياستنا لانه على هذا الموال كل اخذ فينا بدنا نقول ارهاب للي بقول عنه ارهاب لازم نعمل حرب الحرب عشان نحرر الارض ونقول